الالتزام اللي ما كيشلبش مورد رزق. هاد الوقفة الاحتجاجية نضمنها لسبب واحد، هو سياسة الأذان الصماء اللي نهجتها معنا الإدارات المعنية. كنهضر على الولاية وعلى الجهة وكذلك المجلس البلدي، اللي طالبناهم وصفنا لهم طلبات أول وثاني باش أنهم يعقدوا معنا لقاءات لغاية توفير مورد رزق أو مورد عيش لضمان كرامة العيش لهذه الفئة المقصية المهمشة والمهضومة الحقوق. هاد الناس هادو اللي يعني هاد الأعضاء ديال التنسيقية اللي منهم معبدور به حاصلين على شواهد عليا، أغلبهم حاصلين على إجازات، هناك إجازات في القانون، إجازات في علم النفس، إجازات في علم الاجتماع، مصرت في القانون، وهناك ناس اللي في طور اللي الآن يسيرون المسار الجامعي ديالهم، اللي هما اللي باشولي، يعني ناس اللي هما الحاصلين على شهادة البكالوريا. المهم هو أن أغلبهم يعني الأغلبية الساحقة منهم موجزين، وهناك بعض الأفراد اللي حاصلين على ماستر. هاد للأسف الشديد هاد الإدارات ما تجاوبتش معنا نهائيا. حاولنا أننا نتواصلوا معهم من بعد ما دفعنا الطلبات وجلسوا معنا وعطاونا وعود، اللي كنكتشفوا من بعد أنها وعود واهية وفارغة، لأنه للأسف بعد ما جلسنا معهم نهار 27 و28 في شهر 2 انعقدت دورة مجلس الجهة ليوم 6 مارس، اللي تدرجت فيها واحد 8 ديال النقط اللي كلها تصب في إطار الشق الاجتماعي. وللأسف هاد الناس هادو كانوا حاضرين في مجلس الجهة، كان حاضر السيد الوالي، حاضر السيد الرئيس، كل شيء كان حاضر، لكن للأسف ما ترفعوش على الملف ديالنا، ما تكلموش عليه، ما درجوش نهائيا. من بعد ملي كنرجعوا عندهم تيقولوا لنا ودي حنا راه ما عندنا حتى شي اختصاص في هذا الشيء هذا كله، إلا بغيتوا تطالبوا بهذا الشيء هذا سيروا للمركز، مقترحاتكم راه ما نقدروش ننفذوها لكم نهائيا. وهذا هو وللأسف فاحنا مضطرين الآن بعد ما خرجنا خاوي الوفاض، بعد ما حاولنا نتواصلوا مع الإدارات ونجلسوا مع المسؤولين المعنيين، مع السيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة وكذلك السيد رئيس المجلس البلدي، فاحنا الآن مضطرين يعني مجبرين ومرغمين لا مخيرين أننا ننظموا هذه الوقفة الاحتجاجية ونوصلوا الصوت ديالنا بطرق حضارية مسالمة دون الإخلال بالنظام العام. احنا اليوم هنايا ب 22 شخص كفيف، عندنا شهادات ديالنا، عندنا اجازات، كاين اللي عنده ماستر، عنده الكل ناضل، الكل ناضل وكافح باش يوصل. وحنا اليوم وصلناوش ديال الشواهد و بلاص ما تكافئنا هاد الدولة وتعطينا ما وتكافئنا بما نستحق، صدت عنا ونخلاتنا. وجهنا طلب للسيد الوالي لم يستجب، وجهنا طرقنا جميع الأبواب طرقناها ولا مجيب. احنا بغينا اليوم العيش الكريم، انطفنا اليوم باش نقولوا لا للتهميش، لا للاقصاء، لا لهذه الممارسات. بغينا اليوم تعطيونا ما نستحق. اليوم الكفيف قرا، اليوم الكفيف يستطيع ان يعطي لهذا الوطن كغيره من المواطنين. اليوم الكفيف عنده كفاءة، اليوم احنا اليوم المكفوف عنده كفاءة، عنده مجالات يبرع فيها. اليوم احنا بغينا العيش الكريم اللي بغينا، واعتقد هذا المطلب يجمع عليه العالم والمواثيق الدوليه وكل القواعد الكونيه تجمع على هذا الامر. اليوم بغينا احنا العيش الكريم، واعتقد لن يساوي منا شخص، لا يوجد هناك شخص في هذا العالم يستطيع ان يساوي معنا ويقول لنا لا ما تطلبوش بالعيش الكريم. اي التزام اللي ما كيشلبش مورد رزق راه ما التزام ما والو، وبالتالي فاحنا هنا غادي نبقاو صامدين مناضلين مرابطين.